حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا ترسناوي. اهلاوي. زملكاوي باذن الله. اهلاوي. اهلاوي شرفنا نكون اهلاوي. اهلاوي طبعا ابر عن جد. اهلاوي ان شاء الله. اهلاوي. توقعاتك ايه للماتش؟ ان شاء الله الاهلي يفوز طبعا. لا بالذات كمان عشان احنا لينا رد اعتبار. طب توقعاتك ايه للماتش النهارده؟ باذن الله 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيكسب. هنكسب 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله 2-1 للزمالك باذن الله. ومين من اللعيبه؟ مش عارف. ومحمد صلاح معاهم؟ ايه؟ لا كهربا. لا والله انا مش عارف اسم اللعيبه اصلا. اصلا هو الماتش ممكن ينتهي تعادل وضربات جزاء. الزمالك هيكسب 2-1 ان شاء الله. 2-0 ان شاء الله. الاهلي الاهلي هيكسب باذن الله 2-0 ان شاء الله. 2-0. طب مين اللي هيجيب الاجوان؟ ان شاء الله اللي هيجيب الاجوان امام عاشور وحسين الشحات. وسام علي ان شاء الله ممكن يجيب الجون الاول والثاني ممكن عمرو السوليه او امام عاشور. يعني عاشور هيجيب جون والشحات هيجيب جونين. هيجيب الاجوان شيكه طبعا. وسام ابو علي وحسين الشحات. هو تعادل سلبي وضربات جزاء. زيزو هيجيب جون. الجون الثاني بقى يعني مش مديه لاي حد لان الزمالك كله حلو. الزمالك ان شاء الله يتفوق عليه. يتفوق على الاهلي باذن الله. حسين الشحات ان شاء الله باذن الله. وقفشه كنت مكان المدرب ايه الحاجه اللي ممكن تغيرها عشان تكسب؟ الحاجه اللي انا ممكن اغيرها ان انا لاعب قفشه صانع العاب. يعني يلعب من اول الماتش بدايه الماتش صانع العاب كويس. تمام. وهنلعب مروان عطيه. تمام. ان شاء الله ضامنين الماتش. ضامنين الماتش 100%. والله العب بالتشكيل بتاع الاساسي. يعني ما اقعدش الف. يعني ما فيش بقى كريم ميدفيد ده خالص. ما فيش يعني في يعني يلعب التشكيل الاساسي بتاعه. الخطه ان التشكيل اللي انا لعبت بيه سيراميكا ما لعبش بيه الزمالك. الخطه اخر ماتش كان في تعديلات المفروض تتم اللي هو بالنسبه للسوبر. شايف مين اللعيب اللي في الزمالك عايز تجيبه الاهلي؟ لا هو حته اللعيب اللي في الزمالك يجي الاهلي دي صعبه مش سهله. انت نفسك مين اللعيب اللي نفسك يجي الاهلي؟ احمد فتوح رغم الظروف اللي هو فيها دي ولكن هو فعلا احسن لعيب في الاهلي وفي الزمالك. زيزو. بس انا شايف زيزو يعني ممكن وممكن التوقيت ده دلوقتي ممكن. طب شايف مين احرف زيزو ولا امام عاشور؟ زيزو ولا امام عاشور؟ انا شايف ان الاثنين يتطوروا في مستوى واحد. يمكن زيزو شويه يعني حريف شويه. لعيب من الاهلي؟ لا ما انا في لعيبه حاططها بقى نفسي بن شرقي يرجع تاني. لعيب كان متفوق في الزمالك والزمالك جماهير الزمالك كلها بتحبه. فانا كنت عايز فرجاني ساسي والله العظيم وبن شرقي كانوا يرجعوا الزمالك تاني. المهاجم بتاعهم الفلسطيني مش متذكر اسمه دلوقتي الصراحه رقم 9. هو دلوقتي ما عندهمش حد يستاهل ان هو يجي الاهلي غير زيزو بس. زيزو احرف ولا امام عاشور؟ لا امام. شايف مين احرف زيزو ولا امام عاشور؟ هو بصراحه الاثنين مستواهم كويس بس يعني في الوقت الحالي ممكن نقول امام مستواه احسن ومؤثر اكتر. لا زيزو طبعا. بما انك اهلاوي. زيزو احسن لاعب في مصر بجد. زيزو طبعا. كل واحد في مركزه يعني زيزو جناح وامام وسط. لا طبعا زيزو. امام عاشور احنا اللي عملناه. الاهلي خده مننا يعني جاهز. زيزو ولا امام عاشور؟ انا شايف الاثنين يتطوروا في مستوى. زيزو شويه يعني حريف شويه. بتتفرج على ماتش على القهوه؟ على القهوه. تلبش القهواجي؟ طبعا. احمد ده شوقي. احمد شوقي القهواجي ده هو زملكاوي بس ابوه اهلاوي. نصرا النهارده ويحصل كل حاجه حلوه يعني ان شاء الله باذن الله. لا في البيت. طب بتعمل ايه عشان تتفائل كده بالماتش وتكسب؟ بخلي الجو هدوء خالص واتفرج على الماتش. انا ما بحبش اقعد مع جوز اختي. طب ماشي هو ده رساله لجوز اختهم. بيحبش يقعد معاك. لا ما بحبش وقت ماتش الاهلي والزمالك ما بحبش اقعد معاه. لا انا متفرجش. بتفرج على النت في البيت مع مراتي على القهوه. طب بتفعل بوش القهواجي جدا وقهوه محدده. لا لا بصراحه لا. بعمرك كتت كده من القهوه وما دفعتش الحساب وقت الزحمه بتاعت الماتش دي؟ لا ما تحصلش. لا لا قول الحقيقه. لا ما تحصلش ابدا. ايوه بحب الصراحه حقيقه. ايوه بخلي الجو الزحمه واروح مخالع.